حضراتكم طبعا دلوقتي نروح لأرض الملعب مع الزميل العزيز محمد توفيق، ولقاء هام طبعا عقب نهاية المباراة مع المدرب العام كابتن أحمد الجرحي. تفضل يا توفيق. من جديد برحب بك يا مريم وضيوف الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك الفوز الثاني على التوالي النادي الاهلي على المسار الاتصالات، فوز بيقربنا خطوه كبيره جدا ان شاء الله نحو صعود للدور الثاني، يعني فاضل لنا بس مباراه من المباراتين القادمتين باذن الله نفوز بيها وان شاء الله نصعد دون الحاجه للمباراه الرابعه والخامسه باذن الله. معايا بعد انتهاء الماتش كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن احمد برحب بيك في البدايه، الف مبروك الفوز، واعتقد النهارده الفوز بتاع امبارح والنتيجه الكبيره والفرق الكبير خلاكم اديتوا عدد اكبر من اللعيبه النهارده، ويمكن ده اللي خلى السكور قريب شويه. طبعا برحب الاول في الاستوديو وكابتن طاهر رجب وكابتن سلعاوي وكابتننا الكبار. يعني انا هختلف مع حضرتك شويه، يعني لا احنا بنلعب عادي بالروتيشن الطبيعي بتاعنا. النهارده الاداء من وجهه نظرنا سيء، مش ده ادائنا، مش دي العقليه اللي احنا بنلعب بيها دايما. احنا كل ماتش بنلعبه يعني كبطوله، ما ينفعش نخش النهائيات بالمنتاليتي دي ان احنا ممكن جايين من فوز كبير ان احنا نريح الماتش بعديه. ومش يعني دي مشكلتنا احنا كجهاز مش مشكله اللعيبه. ممكن احنا حضرنا اللعيبه نفسيا للمباراه بطريقه ممكن المفروض في افضل ان هم ينزلوا بنفس الحماس بتاع المباراه اللي فاتت. هنحاول نعالج المشاكل طبعا دي، لكن يعني ادائنا يعني الطبيعي بتاعنا هو المباراه اللي فاتت. مباراه النهارده الحمد لله على المكسب، كويس تكسب وانت وحش، لكن انت مش بتبص على مكسب النهارده او مكسب اللي فات، انت دايما بتلعب للليفل بتاعك، بتبص على البطوله. فالليفل بتاع النهارده ده ما يجيبش بطوله، الليفل بتاع النهارده ده تكسب بيه ماتش. فاتمنى ان شاء الله كده ان احنا كلنا كلعيبه وجهاز نعيد حساباتنا في الاداء، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل باذن الله. كابتن احمد بالطبع انتوا داخلين البطوله بتدافعوا على لقبكم، احنا حامل اللقب الحمد لله، ولكن كمان يحسب لكم كجهاز الدفع بعدد كبير جدا من الناشئين واللعيبه. يمكن مستر اوجوستي يعني دايما بيدفع بعدد كبير جدا من اللعيبه، يمكن شايفين اكتر من عنصر النهارده من فرق الشباب، ده شايفه ازاي خاصه واحنا بنتكلم ان احنا بننافس على بطوله كمان؟ بص خليني اقول لك ان دايما من اول الموسم لما حطينا القائمه والقائمه فيها 10 لعيبه كبار فقط، لان احنا عارفين اللي موجود في قطاع الناشئين عندنا في الحمد لله النادي الاهلي فيه يعني منجم ذهب من الناشئين، وفي لعيب واثنين وثلاثه في غير اللي موجودين في ال 12 النهارده لعيبه تستحق ان هي تلعب. فالحمد لله رب العالمين يعني عندنا لعيبه كتيره صغيره في السن، لكن ان شاء الله تبقى كبيره في المقام، يعني ان هم ادائهم زي اداء اللعيبه الكبيره بالظبط، يستفادوا من اللعيبه الكبيره، هيفيدوا النادي ان شاء الله سنين قدام، وده حقهم بمجهودهم. الطبيعي ان هم يبقوا موجودين، ده مجهودهم، يعني دايما اللي بيأدي وبيموت نفسه وعارف قيمه التيشيرت اللي هو لابسها دايما بياخد فرصه وبيتألق. النهارده الحمد لله انت ما تحسش ان مؤمن خيري او عمرو زهران او بيدو او كريم حاتم ما تحسش ان هم لعيبه صغيره، تحس ان هم لعيبه موجودين في الفرقه زيهم زي اللعيبه الكبيره في السن. طبعا سنهم صغير ودي حاجه تحسب لهم وتحسب للجهاز طبعا ان هو بيديهم الفرصه ان هم بيستغلوها بمجهودهم. فاتمنى ان هم يفضلوا ماشيين على نفس المستوى وفي اكتر باذن الله. يعني كابتن يعني على طول ما فيش يوم استراحة وبعد كده على طول هنلعب الماتش الثالث باذن الله مع الاتصالات، هتقولوا ايه اللعيبه والاجتماع الفني اللي بعد الماتش قلت لهم ايه وهتستعدوا ازاي المباراه دي؟ لا لازم نلعب كل ماتش انه ماتش بطوله، وفريق الاتصالات فريق محترم جدا ومؤدي من السنه اللي فاتت اداء كويس. ممكن يكون بدا السنه دي بدايه مش كويسه في الدوري، ظروف اصابات خصوصا المحترف سبنسر كان مصاب، لعيبه هايله، جهاز فني بتاعهم محترم، فلازم تكون انت بتلعب محترم الفرقه اللي قدامك بنسبه 200% مش 100%. لازم يكون انت بتلعب المستوى بتاعك اداء النادي الاهلي، مش اداء المباراه او ظروف المباراه او تلعب بليفل المباراه، تلعب ادائك الطبيعي. السكور يخلص فرق 5 فرق 10 فرق 100، احنا مش بتكلم النهارده ان احنا وحشين عشان السكور اقل من مره فاتت النهارده 14 او 15 بونت ولا 12 مش فاكر، الماتش اللي فات خلص سكور كبير. القصه مش السكور خالص اللي احنا بنبص له، احنا بنبص على ادائنا خصوصا ادائنا الدفاعي، ده اللي احنا بنقيم عليه فرقتنا. الحمد لله يعني على المكسب في اي مباراه، بس دايما احنا بنبقى عايزين من اللعيبه الاداء الافضل وان احنا نلعب بالمستوى بتاعنا. كابتن احمد موفقين وباذن الله في نهايه البطوله، نبارك لكم على البطوله باذن الله. شكرا شكرا ميرسي شكرا. مريم ده كان لقائنا مع كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي، الف مبروك الفوز للنادي الاهلي ودايما يا رب النادي الاهلي في المقدمه. كمان يا مريم اتفضلي. شكرا ليك جدا يا توفيق.